بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الكونفيجريشن. تمام، المقصود بالكونفيجريشن في تيورنج ماشين هي حالة الماشين في وقت معين. تمام، يبقى الكونفيجريشن بتاعة التيورنج ماشين في وقت معين هي حالة الماشين في وقت معين. تمام، حالة الماشين في وقت معين بتحددها بثلاث حاجات. اول حاجة محتويات التيب، تمام، ايه اللي موجود في التيب بالظبط، تمام، واحنا واقفين في انهي ستيت، تمام، والهيد بتاع التيب واقف فين بالظبط في التيب، تمام، او الهيد بتاع التيب واقف على انهي خانه بالظبط في التيب. تمام، لو مثلا عندنا تيب بالشكل ده ومحتويات التيب عباره عن مثلا 0 1 مثلا 0 0 1 مثلا، تمام، فبنعبر عن كونفيجريشن في الحاله دي، ومثلا واقفين عند مثلا كيو مثلا 5. تمام، بنعبر عن كونفيجريشن في الحاله دي بالشكل ده، بنكتب محتويات التيب 0 واحد زيرو زيرو واحد، تمام، ونكتب كيو 5 جوه الكونفيجريشن هنا اهو، تمام، ونكتبها بالظبط على شمال الخانة اللي الهيد واقف فيها. تمام، يعني هنكتب كيو 5 هنا اهو، تمام، هو الهيد واقف على الواحد دي، تمام، الواحد اللي هي تاني كاركتر في السترينج. تمام، هنكتب كيو 5 على شمال الواحد بالظبط، دي معناها ان الهيد واقف على الواحد، او الكيو 5 في الحالة دي راح هتقرا ايه؟ راح تقرا الواحد. تمام، طيب لو عندي مثلا كونفيجريشن ممكن اعرف محتويات التيب والهيد واقف فين والستيت اللي انا واقف فيها برضو بنفس الطريقه. يعني عندي مثلا ايه كونفيجريشن بالشكل ده، مثلا واحد مثلا كيو 3 0 1 مثلا 0، تمام، يبقى محتويات التيب في الوقت ده عباره عن ايه، ادي 0 ادي الواحد الاولانيه، تمام، وادي 0 وادي 1 وادي 0، تمام. طيب والهيد واقف فين؟ هتلاقي ان الكيو 3 قبل الزيرو دي، تمام، يبقى الهيد واقف هنا اهو، تمام، والستيت اللي انا واقف فيها عباره عن كيو 3. تمام، يبقى الكونفيجريشن بنحدد بيها حاله الماشين في وقت معين، تمام، وحاله الماشين في وقت معين بنحددها بثلاث حاجات، محتويات التيب والهيد واقف فين واحنا واقفين في انهي ستيت. تمام، وبنكتبها بالشكل ده، بنكتب الستيت على شمال الكاركتر اللي الهيد واقف عليه. تمام، طيب مسائل الشيت هنطبق عليها جزء الكونفيجريشن ده. طبعا في المسائل دي عباره عن ايه، بتبدا بالانيشال ستيت، تمام، بتكتب الكونفيجريشن الانيشال كونفيجريشن، تمام، وتفضل تتحرك، تمام، لحد ما تشوف السترنج ده هيحصل له اكسبت ولا ريجكت ولا هالت ولا هيشوف ايه اللي هيحصل له بالظبط. تمام، في البدايه انا عندي اول سترنج هنجرب مره على 0 مره على صفرين مره على 3 اصفار مره على 6 اصفار. تمام، طيب في البدايه هنكتب الكونفيجريشن، في البدايه هنبدا بالانيشال ستيت عباره عن كيو 1، يبقى كيو 1 هنا اهو، تمام، ونكتب الزيرو كده اهو، تمام، دي الانيشال كونفيجريشن في البدايه. تمام، ان الهيد ادي التيب اهي، تمام، ما فيهوش غير زيرو، والهيد الطبيعي ايه، هيكون باصص على الزيرو الاولاني. تمام، واحنا واقفين في البدايه اكيد عند كيو 1، يبقى هنحول الحاله دي لنكتبها بالشكل ده بتاع الكونفيجريشن. تمام، يبقى هكتب كيو 1 على شمال الزيرو، تمام، وابدا ايه نشوف بقى الكونفيجريشن النهائيه هتوصل ايه لفين. تمام، طيب في البدايه لو كيو 1 على شمال الزيرو، تمام، يبقى واقفين عند كيو 1، راح يقرا الزيرو. تمام، اول ما هيقرا الزيرو ايه اللي هيحصل؟ هيروح كاتب مكانه بلانك سبيس، تمام، وبعد كده اتحرك الهيد هتحرك رايت. تمام، طبعا التيونينج ماشين دي احنا شرحناها في الفيديو اللي قبل كده. تمام، هو شرح او انك تفهم الماشين شغاله ازاي، يعني مش شرط انك ايه تشوف مش يعني مش شرط انك ايه تكون عارف الماشين شغاله ازاي بالظبط عشان ايه تحل جزء الكونفيجريشن. تمام، بس لو فاهم الماشين شغاله ازاي هتلاقي ايه الحل ابسط بالنسبه لك، وانك هتستوعب الموضوع ايه بشكل اسرع. تمام، طيب في البدايه كيو 1 0، تمام، قلنا في البدايه اول ما هيقرا الزيرو، تمام، هيكتب وايه بلانك سبيس وهتحرك الهيد رايت وهيروح لكيو 2. تمام، يبقى الزيرو ده هيبقى بلانك سبيس، تمام، وكيو 1 دي ايه الهيد هيتحرك من هنا هتحرك يمين. تمام، هيجي ايه بعد، هيجي بعد البلانك سبيس دي، تمام، وهيروح لكيو 2، يبقى اكتب كيو 2 هنا، تمام، يبقى كيو 1 0 هيقرا الزيرو هيكتب بلانك سبيس والهيد هيتحرك يمين، فاكتب كيو 2 هنا اهو على يمين ايه البلانك سبيس دي. تمام، طيب ار ان كيو 2 هنا هتلاقي قصادها ايه هنا، هتلاقي على يمينها البلانك سبيس. تمام، طيب وقفنا عند كيو 2 وراح يقرا بلانك سبيس. تمام، البلانك سبيس اول ما يقرا بلانك سبيس هيروح رايت ويروح لكيو
اكسب، تمام؟ ادي البلانك سبيس الاولانيه اسيبها زي ما هي، تمام؟ وكيو 2 دي هتحرك هنا، هو اجيب البلانك سبيس دي زي ما هي هنا اهو، تمام؟ هيعمل لها سكيب، تمام؟ هيجي عند كيو اكسب، تمام؟ طبعا ما دام وصلت الكيو اكسبت ولقيت الكونفجريشن طلعت فيها كيو اكسبت، يبقى كده اوقف ايه؟ اوقف الكونفجريشن كده، ايه الماشين هتقف، تمام؟ هيحصل هالت في الكيو اكسبت وهيقبل السترينج، تمام؟ نفس الكلام لو قابلتك مثلا وعملت الكونفجريشن وابتديت تتحرك فيها لحد ما قابلتك كيو ريجكت، برضه هتوقف ايه عند الحاله دي، تمام؟ او ممكن يحصل هالت في ستيت معينه ما تلاقيش اي ترانزيشنز معاها، فهتوقف برضه ايه الكونفجريشن في الحاله دي، تمام؟ طيب هنشوف السترنج اللي بعده، هنبدا ب 00، تمام؟ 00 واكتب طبعا ايه الانيشال ستيت اللي هي كيو 1 ايه على شمال ال 00، تمام؟ طيب في البدايه كيو 1 مع 00 اول ما هيقرا الزيرو الاولانيه هيكتب مكانها بلانك سبيس ويتحرك رايت، يبقى الزيرو هتبقى بلانك سبيس ودي الهيد هيتحرك رايت وهيروح لكيو 2، فاكتب كيو 2 هنا اهو، تمام؟ واكتب ايه الزيرو اللي باقي هنا اهو، تمام؟ طيب بعد كده كيو 2 لما يخش عليها زيرو ايه اللي هيحصل معاها؟ كيو 2 لما هيخش زيرو هيكتب مكانها اكس ويتحرك رايت، تمام؟ يبقى اكتب بلانك سبيس اسيبها زي ما هي، تمام؟ وكيو 2 دي هتحرك رايت هتيجي على يمين الزيرو هتروح لكيو 3، تمام؟ هكتب همسح الزيرو هكتب مكانها اكس، تمام؟ زي ما الماشين بتقول لي، تمام؟ وهكتب هنا ايه كيو 3، تمام؟ طبعا كيو 3 هتلاقي على يمينها ايه بلانك سبيس، تمام؟ الكيو 3 مع البلانك سبيس ايه اللي بيحصل معاها؟ بتتحرك الهيد بيتحرك ليفت، تمام؟ واسيب البلانك سبيس زي ما هي، اسيب البلانك سبيس زي ما هي والهيد هيتحرك ليفت، تمام؟ فاكتب هنا بلانك سبيس، تمام؟ وكيو طبعا هتحرك ليفت وهتروح لكيو 5، هكتب كيو 5، تمام؟ والاكس دي هتيجي هنا اهو، تمام؟ وادي البلانك سبيس، تمام؟ طيب كيو 5 مع البلانك سبيس هتحرك اللي هي الهيد هتحرك رايت واروح لكيو 2، تمام؟ يبقى بلانك سبيس الهيد هتحرك رايت واروح لكيو 2، يبقى هتبقى كيو 2 هنا اهو، وادي بلانك سبيس، تمام؟ طبعا هنا هي معلش هتحرك رايت، تمام؟ كيو 5 معلش هو كيو 5 هنا كيو 5 مع الاكس، هو الكيو 5 هبص على الكاركتر على يمينها هنا الاكس، تمام؟ فكيو 5 مع الاكس بيحصل معاها ايه؟ بتتحرك الهيد بيتحرك ليفت وافضل في كيو 5، تمام؟ يبقى الهيد هتحرك ليفت، يبقى هيجي هنا اهو كيو 5، تمام؟ وادي بلانك سبيس وادي الاكس، تمام؟ وادي البلانك سبيس، تمام؟ طيب بعد كده كيو 5 مع البلانك سبيس الهيد هتحرك رايت واروح لكيو 2، تمام؟ الهيد هتحرك رايت واروح لكيو 2، ادي بلانك سبيس، تمام؟ وادي كيو 2، تمام؟ وادي اكس وادي بلانك سبيس، تمام؟ طيب كيو 2 مع البلانك سبيس كيو 2 طبعا راح تقرا الاكس، تمام؟ كيو 2 مع الاكس الهيد بتحرك رايت واروح لكيو 2، تمام؟ ادي بلانك سبيس، تمام؟ وادي الاكس وادي كيو 2 وادي بلانك سبيس، تمام؟ طيب كيو 2 راح تقرا البلانك سبيس، تمام؟ يبقى كيو 2 مع البلانك سبيس الهيد هتحرك رايت واروح لكيو اكسبت، ادي بلانك سبيس وادي اكس، تمام؟ وادي بلانك سبيس وادي كيو اكسبت، تمام؟ طبعا ظهرت معايا كيو اكسبت، فكده ايه هيحصل ايه هالت في كيو اكسبت، تمام؟ وهوقف الشغل هنا اهو، هيقبل ايه السترينج، تمام؟ طيب الجزء اللي بعده الثلاث صفار، طبعا المسائل دي لازم تحل المسائل دي بايدك عشان ايه ما تضيعش وقت في الامتحان ايه في حل الاجزاء دي، تمام؟ هبدأ بالكيو انيشال كيو 1، تمام؟ قدامها ايه ثلاث صفار، طبعا كيو 1 اول ما هيقرا الصفر هيكتب مكانه بلانك سبيس والهيد هيتحرك رايت، تمام؟ هيروح لكيو 2، يبقى الصفر دي هتبقى بلانك سبيس، تمام؟ وادي كيو 2 وادي الصفر وادي الصفر، تمام؟ طيب كيو 2 هتقابله الصفر الاولانيه ايه هيمسحها هيكتب مكانها اكس والهيد هيتحرك رايت، تمام؟ ادي بلانك سبيس الاولانيه هسيبها زي ما هي، تمام؟ والهيد هيتحرك رايت، تمام؟ واروح لكيو 3، تمام؟ يبقى الصفر دي هتبقى اكس، تمام؟ واروح لكيو 3 وادي ايه؟ ادي الصفر اللي بعده، تمام؟ طيب كيو 3 مع الصفر ايه اللي بيحصل معاها؟ الهيد بتحرك رايت وروح لكيو 4، تمام؟ ادي بلانك سبيس وادي الاكس وادي طبعا الصفر الصفر هسيبها زي ما هي الصفر الثانيه، تمام؟ واروح لكيو 4، تمام؟ وكيو 4
هتلاقي هنا طبعا ايه، بص على بلانك سبيس بعد الزيرو ده هتلاقي فيه بلانك سبيس. تمام، الكيو 4 مع البلانك سبيس بتروح فين؟ كيو 4 مع البلانك سبيس الهيد بيتحرك رايت ويروح للكيو ريجكت. تمام، ادي البلانك سبيس الاولانيه وادي الاكس، تمام، وادي الزيرو، تمام، وطبعا ايه بروح لكيو ريجكت، تمام، والهيد بيكون اتحرك رايت، وادي البلانك سبيس وادي كيو ريجكت. تمام، طبعا ايه ما دام وصلت لكونفيجريشن فيها كيو ريجكت يبقى اوقف ايه الشغل هنا اهو عشان حصل هالت في كيو ريجكت. تمام، يبقى في البدايه الثلاث اصفار، الزيرو الاولاني ايه هكتب مكانه بلانك سبيس والهيد هتحرك رايت. تمام، الزيرو اللي بعده هكتب اكس وهتحرك رايت، هروح لكيو 3. تمام، كيو 3 اول ما هتقرا الزيرو الهيد هتحرك رايت وروح لكيو 4. تمام، كيو 4 قدامها البلانك سبيس، اول ما يقرا البلانك سبيس ايه هيحصل؟ الهيد هتحرك رايت وروح لكيو ريجكت. تمام، طيب الجزء الاخير الست اصفار. طبعا من شرح المساله دي في الفيديو اللي فات، طبعا ايه السترنج الاولاني كان بيقبله فهنا وصل لكيو اكسبت، والسترنج التاني المفروض برضه كان بيقبله. تمام، هي بتقبل يا اما 01 يا اما 02 يا اما 4 اصفار يا اما 8 اصفار وهكذا. تمام، 3 اصفار طبيعي انه مش هيقبله، يبقى دي قبله ده قبله ده ما قبلهوش. تمام، الطبيعي برضو ايه ان 6 اصفار مش هيقبله. تمام، هبدأ بكيو 1، كيو 1 مع الزيرو الاولاني هكتب بلانك سبيس واتحرك رايت اروح لكيو 2، هتلاقي الاصفار دي هسيبها زي ما هي. تمام، دول كام صفر؟ ادي الصفر، دول 5 كده اهو. تمام، طبعا كيو 2 اول ما تقابله الصفر هنزل بلانك سبيس دي زي ما هي، هتحرك رايت واكتب مكان الصفر اكس واروح لكيو 3. تمام، اروح لكيو 3. تمام، وانزل بقى الاصفار بقى 4 اصفار، ادي 0 2 3 4. تمام، كيو 3 مع الصفر الهيد اتحرك رايت وروح لكيو 4، سيب الصفر زي ما هو، ادي بلانك سبيس وادي اكس وادي الصفر ده سيبه زي ما هو. تمام، واروح لكيو 4. تمام، وانزل بقى الاصفار، ادي 0 2 3. تمام، طيب بعد كده كيو 4 مع الصفر اللي بعده بتروح فين؟ بتروح لكيو 3 والصفر ده بمسحه بكتب مكانه اكس. تمام، يبقى ادي بلانك سبيس وادي اكس وادي 0 والصفر ده هيبقى اكس. تمام، واروح لكيو 3. تمام، باقي صفرين. طبعا كيو 3 قدامها صفر فالهيد هتحرك رايت وروح لكيو 4. تمام، هتلاقي كده ايه هتبقى دي يو بلانك سبيس اكس 0 اكس، الصفر ده هيعمل له سكيب واروح لكيو 4. تمام، هنزل الصفر ده هنا اهو، طبعا هروح لكيو 4 اكون اتحركت رايت. تمام، بعد كده هنزل الصفر الاخير. تمام، بعد كده الصفر الاخير ده المفروض مع كيو 4، الصفر ده همسحه واروح لكيو 3. تمام، فاكتب كده اهو بلانك سبيس اكس 0 اكس 0، طبعا هروح اتحركت رايت فاكتب ده مكانه اكس. تمام، واروح لايه رايت هنا عند كيو 3. تمام، طبعا كيو 3 هتلاقي على يمينها هنا بلانك سبيس، اروح كاتب بلانك سبيس هنا اهو. تمام، كيو 3 مع البلانك سبيس بتحرك ليفت واروح لكيو 5. تمام، يبقى اتحرك ليفت، هاجي هنا اهو على شمال الاكس دي، يبقى هنزل بلانك سبيس اكس 0 اكس 0 وادي كيو 5. تمام، بعد كده ايه ادي البلانك سبيس الاخيره، طبعا هنا كيو 5 وادي اكس. تمام، وادي البلانك سبيس اللي كانت ايه في الاخر. تمام، يبقى كيو 3 اتحرك ليفت. تمام، هاجي هنا اهو واكتب الاكس، سيب الاكس زي ما هي. تمام، واروح ايه هنا ايه بلانك سبيس. تمام، طيب بعد كده في بلانك سبيس كيو 5 لما تقابل الاكس ايه اللي هيحصل معاها؟ كيو 5 او ما تقابل اكس هتحرك ليفت، طبعا كل ما تقابلها اكس او 0 بتحرك ليفت لحد ما تقابل البلانك سبيس. تمام، يبقى طبعا بتفضل دايما في كيو 5 في الحاله دي. تمام، يبقى المرحله اللي بعدها بلانك سبيس اكس 0 اكس. تمام، والكيو الهيد هتحرك هنا ليفت. تمام، طبعا دايما بيتحرك ليفت هنا اهو. تمام، ادي كيو 5 وادي الزيرو هنا اهو، الزيرو ده بعد كده الاكس وادي البلانك سبيس، بعد كده برضو هفضل اتحرك ليفت بلانك سبيس اكس او كيو 5 اكس او اكس بلانك سبيس. تمام،
بعد كده افضل برضو اتحرك رايت بلانك سبيس اكس كيو 5 0 اكس بلانك 0 اكس بلانك سبيس. تمام، هفضل برضو اتحرك رايت. تمام، ادي بلانك سبيس كيو 5 اكس 0 اكس 0 اكس بلانك سبيس. تمام، بعد كده كيو 5 مع الاكس برضو اتحرك ليفت. تمام، ادي بلانك كيو 5 هنا اهو. تمام، بلانك سبيس اكس او اكس او اكس 0 اكس 0 اكس بلانك سبيس. تمام، كيو 5 مع البلانك سبيس الهيد بيتحرك رايت واروح لكيو 2. تمام، بتحرك رايت واروح لكيو 2، ادي البلانك سبيس زي ما هي، وادي كيو 2 وادي الاكس وادي 0 اكس 0 اكس بلانك سبيس. تمام، طيب بعد كده عندي كيو 2. تمام، اول ما هتقابلني الاكس عند كيو 2 الاكس بتحرك رايت. تمام، ادي بلانك سبيس وادي الاكس وادي كيو 2. تمام، وادي 0 وادي الاكس وادي 0 وادي الاكس وادي بلانك سبيس. تمام، كيو 2 مع الزيرو كيو 2 مع الزيرو بيمسح الزيرو. تمام، بيتحرك لكيو 3. تمام، ادي بلانك سبيس ادي اكس، وكنت اتحركت رايت، ادي الزيرو ده هيتمسح هيبقى اكس. تمام، اتحرك رايت اروح لكيو 3 وادي الاكس اللي بعد الزيرو وادي زيرو وادي اكس وادي بلانك سبيس. تمام، بعد كده ابدا اتحرك رايت، الزيرو ده اعمل له سكيب. تمام، ادي بلانك سبيس ادي اكس ادي اكس ادي اكس ادي كيو 3. تمام، ادي 0 ادي الاكس ادي بلانك سبيس كيو 3 مع الزيرو كيو 3 مع الزيرو هعمل له سكيب واروح لكيو 4. ادي بلانك سبيس ادي اكس ادي اكس ادي 0 ادي كيو 4 ادي الاكس ادي بلانك سبيس. تمام، بعد كده كيو 4 طبعا مع الاكس بيعمل لها سكيب وتحرك رايت. تمام، ادي بلانك سبيس ادي اكس ادي اكس ادي 0 ادي اكس. تمام، بفضل برضو مع الاكس يفضل في كيو 4 وتحرك رايت. تمام، فهتبقى بلانك سبيس اكس اكس 0 اكس كيو 4 بلانك سبيس. تمام، طيب كيو 4 مع البلانك سبيس هيدا اتحرك رايت وروح لكيو ريجكت. تمام، ادي بلانك سبيس ادي اكس ادي اكس ادي 0 ادي اكس. تمام، ادي بلانك سبيس وروح لكيو ريجكت. تمام، وقف ايه الكونفيجريشن هنا. تمام، طبعا مسألة طويلة بس مش مشكلة. تمام، المسألة اللي بعدها طبعا الماشين دي اللي كانت بتقبل W W هاش W. تمام، طبعا في البداية لو دخلت له واحد واحد طبيعي انه مش هيقبلها، بس هبدأ ايه مع الكونفيجريشن في البداية كيو واحد واحد واحد. تمام، كيو واحد اول ما هتقابله الواحد ايه هيكتب مكانها اكس وتحرك رايت. تمام، وهيروح لكيو 3. تمام، يبقى الواحد هتبقى اكس وروح لكيو 3 اللي هيبدأ اتحرك كده هو يمين. تمام، وهتلاقي ايه قدام الكيو 3 في واحد. تمام، طيب بعد كده الواحد ده هيعمل مع ايه الواحد، هتلاقي فيه ترانزيشن مع الواحد الهيد بتحرك رايت. تمام، طيب يبقى مع الواحد ده الهيد اتحرك رايت. تمام، وافضل برضو في كيو 3، ادي واحد ادي كيو 3. تمام، هتلاقي هنا في بلانك سبيس. تمام، طيب الكيو 3 وبلانك سبيس مفيش اي ترانزيشن في كيو 3 او مع كيو 3 مع البلانك سبيس. تمام، فبالتالي هيحصل هالت هنا ايه ويوقف شغل، هالت اند ريجكت. تمام، هيحصل هالت اند ريجكت. تمام، لان مفيش اي ترانزيشنز بالبلانك سبيس مع كيو 3. تمام، طيب واحد هاش واحد. تمام، طبيعي ان واحد هاش واحد دي ايه تبع اللانجوج. تمام، طيب يبقى في البدايه هحط هنا كيو واحد. تمام، واحد هاش واحد. تمام،
كيو 1 مع الواحد في البداية اللي هيبدأ يتحرك رايت وهروح لكيو 3 تمام، والواحد هتبقى اكس تمام، هتبقى اكس كيو 3 هاش 1 تمام. طيب بقى كده كيو 3 مع الهاش الهيد بيتحرك رايت وروح لكيو 5 بقى اكس، دي الهاش وادي كيو 5 تمام، وادي الواحد تمام. كيو 5 مع الواحد بيكتب اكس تمام ويتحرك ليفت تمام، يبقى ادي اكس ادي هاش تمام. طبعا هو اتحرك ليفت هيجي هنا اهو تمام، كيو 5 هاش تمام، وادي ايه الاكس تمام، هيكتب اكس ويتحرك ايه ليفت تمام. طيب كيو 5 مع الهاش هو ما هنا كيو 5 مع مع الواحد هيكتب هيكتب اكس ويروح لكيو 6 تمام، دي هتبقى كيو 6 تمام. كيو 6 مع الهاش الهيد بيتحرك ليفت ويروح لكيو 7 تمام، هنا هيبقى في كيو 7 تمام، وهنا اكس وهنا هاش وهنا اكس تمام. طيب كيو 7 مع ال مع الاكس تمام، طبعا هي في قدامها اكس تمام، مع كيو 7 الهيد هيتحرك رايت تمام وهيروح لكيو 1 تمام، يبقى هنا هيبقى في اكس كيو 1 هاش تمام اكس تمام. كيو 1 مع الهاش الهيد بيتحرك رايت ويروح لكيو 8 تمام، هنا في اكس هنا في هاش هنا في كيو 8 هنا في اكس تمام. طبعا كيو 8 مع الاكس الهيد بيتحرك رايت يبقى في اكس هاش طبعا، يفضل برضه في كيو 8 تمام، وادي اكس وادي كيو 8. طبعا هيظهر هنا معايا ايه بلانك سبيس على يمين الكيو 8، الكيو 8 مع البلانك سبيس الهيد بيتحرك رايت ويروح لكيو اكسبت تمام، يبقى هنا في اكس هاش اكس كيو 8 الهيد هيتحرك رايت ويروح لكيو اكسبت، ادي بلانك سبيس وادي كيو اكسبت تمام، وقف شغل هنا اهو عشان حصل هالت في كيو اكسبت تمام. اللي بعدها واحد دبل هاش واحد يبقى هنا كيو 1 ادي واحد هاش هاش واحد. طبعا في البداية الواحد ده هتبقى اكس تمام، واروح لكيو كام كيو 3 تمام، هنا في هاش وهنا في هاش وهنا في واحد. كيو 3 مع الهاش الهيد اتحرك رايت تروح لكيو 5 تمام، ادي الاكس وادي الهاش وادي كيو 5 وادي الهاش التانية وادي الواحد تمام. كيو 5 مش هتلاقي اي ترانزيشنز مع الهاش، هنا كيو 5 هتلاقي على على يمينها الهاش اللي هو بص عليها دلوقتي تمام، الهيد بص على الهاش تمام، فمفيش اي ترانزيشنز بالهاش مع كيو 5 فيحصل هالت هنا تمام، هالت اند ريجكت تمام. طبعا نفس الكلام هتجربه على على الدي وعلى الاي تمام، بس اهم حاجه انك تحل المسائل دي بايدك تمام، عشان ايه ما تاخدش وقت ايه في الامتحان تمام. طبعا الجزء ده مهم جدا تمام، شكرا للتوفيق.